كريم الكثير يعترض عندما يذكر كريم حواس بمسمى الفنان بين قوسين. هواي ناس تعترض اذا ذكر الفنان كريم حواس يقولون شيلوا اسم الفنان ها. لانه ما يمثل الفن. تعطيني مساحتي لها اجاوبك لهذا السؤال. الجو لك. شوف مسلم، طبعا تحياتنا لجمهورنا اللي يخبل خوش، بس اكو فئه من الناس اللي هي تنتقدك بدون ما تعرف انه انت شنو، انت شو مقدم شو مسوي. مره من المرات صار عيد ميلادي فبدت تنشر المجلات انه الفنان كريم حواس وما اعرف شنو تعليقات، يعني اغلبها شوك صار فنان هو يسوي اوف يا الله، شوك صار فنان هو يقلل الصوت بنات، شوك صار فنان هو يتمرقص هو هيك. انا ما اقول لك انا فنان، بس راح احكي لك الاشياء اللي مسويهن. تمام. يعني بصراحه فنانين على مستوى ما مسويها. قول شلون. مثل احكي لك بيا جانب، تريد جانب الغناء لو تريد جانب التمثيل لو تريد جانب اخر. انا اعرفن لكن الجمهور ما يعرف. مبدئيا انت خريج معهد فنون جميله. بدايه انه انا خريج معهد فنون جميله بشهاده دبلوم. تمام. حاصل على جائزه افضل ممثل شاب بالمعهد مالتي سنتين على التوالي. حاصل على جائزه افضل ممثل على مسارح العراق موسم كامل. ماخذ جائزة أفضل ممثل بدورة الدكتور الراحل صلاح القصب، ماخذ جائزة أفضل ممثل بدكتور الراحل فاضل خليل. عندي كثير أعمال سكتشات تمثيلية، هاي من ناحية الجانب التمثيلي. تمام. ناحية الجانب الغنائي الحمد لله والشكر أول عمل إلي ويا فنانين نجوم اللي هو الفنان علي جاسم تحياتي له، والفنان محمد السالم أغنية نار وشرار الليلة اللي جابت هسه 70 مليون مشاهدة. وراها قدمت عمل غناء ويا الفنان علي الغالي تحياتي له، ويا الشاعر علي رياض تحياتي له، ويا الفنان غسان بريسم. أقلد أصوات أكثر من صوت أقلد. أنا مبدئيا قلت إنه أنت فنان شامل في دول عمرك الحمد لله. شوف هيك موهبة. نعم. تشوف بمصر يعني خارج العراق يحتضنوها، يحتضنوها يصير فعلا. اهتمام صح. شوفها حتى إذا أساءت هاي الموهبة لا ينتقدوها، بس انتقاد بناء، انتقاد حلو يخليك انت صح. كموهبه تشتغل على نفسك، تحس بنفسك اذا مقدم شيء مو حلو لازم تغيره وتسوي احلى وافضل، صح لو غلط صح. بس احنا عندنا فد فئه معينه من الجمهور ما ينتقدك بصوره حلوه، لا يغلط على اهلك تهجم. انت شنو ينزل بتهجم صح. وكثير من المشاهير والفنانين على قولة اللي يقول طفوا من وراء هذا الكلام، صح لو غلط صح. صح. فاحنا يعني اتمنى من ناسنا الطيبه انه تعرف الشخص قبل ما تنتقده. اكيد. تحياتنا لك كريم، ويا رب اشوفك بأعلى المراتب. انت تستحق الخير امانه.